ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله فلا شك أنه ما منكم من أحد إلا وله في هذه الحياة الدنيا أهداف يريد الوصول إليها فمنكم من يريد أن يصبح طبيبا ليعالج جراحات الناس ويعالج أمراضهم وأسقامهم ومنكم من يريد أن يصبح مهندسا ليخطط للناس طريقة تشييد البنايات وتعبيد الطرقات ومنكم من يريد أن يصبح معلما ليتربى على يديه أجيال من الشباب والأطفال ومنكم من يريد أن يصبح طيارا لينقل الناس في رحلات منظمة من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى أخرى ومنكم من يريد أن يصبح تاجرا ماهرا ليحقق أرباحا كثيرة وأموالا طائلة ومنكم من يريد أن يصبح غنيا ثريا ليحقق لنفسه ما لذ وما طاب من متاع الدنيا الفانية ولكن يا عباد الله مع اختلاف أهدافكم وتباين مطامحكم في هذه الدنيا هل فكرتم في الهدف العظيم الذي يجب تحقيقه وتشتركون في المطالبة به جميعا ألا وهو تحقيق العبودية لله عز وجل التي معها تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة هل فكرتم في هذا الهدف العظيم الذي يقربكم إلى الله ويباعدكم عن سخطه وغضبه هل فكرتم في هذا الهدف العظيم الذي يدخلكم إلى الجنة وينجيكم من النار إن الكيس الفطن لا يغفل عن تحقيق الغاية التي لأجلها خلق طرفة عين وربنا عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كن في هذه الدنيا ما شئت كن فلاحا صناعا مهندسا طبيبا معلما تاجرا وغير ذلك من الأمور المحمودة والمباحة ولكن لا تضيع حق الله تبارك وتعالى ولا تتعدى حدود الله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وقال سبحانه تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ثم اعلموا يا عباد الله بأنه في الوقت الذي أنتم تسعون فيه إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا وتحقيق هذا الهدف العظيم فإنه من ورائكم عدو لا ماكر عدو ماكر لا يكل ولا يمل يبذل جهده بالليل والنهار ليحقق هو الآخر أهدافه المنكرة التي تعطل عليكم مسيرتكم إلى الله جل وعلا إنه الشيطان ذلك العدو اللدود وفي حربه على بني آدم يريد أن يحقق هدفين أساسيين هدف بعيد وهدف قريب أما هدفه البعيد فهناك هدف وحيد يسعى لتحقيقه في النهاية فكونوا على حذر وهو أن يلقي الإنسان في الجحيم ويحرمه من الجنة قال عز وجل محذرا إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فهذا هو هدفه البعيد، فاحذروا أن تكونوا من حزبه وأتباعه. أما هدفه القريب فهو أن يوقع بني آدم في جملة من الذنوب والمعاصي التي من خلالها يتحقق له الهدف البعيد. والذنوب يا عباد الله درجات بعضها أعظم إثما من بعض، والشيطان في دعوته يبدأ بأعظم الذنوب على الإطلاق. أول هذه الأهداف إيقاع العباد في الشرك والكفر، لأن الشرك يترتب عليه الخلود في النار والحرمان من الجنة والحرمان من المغفرة. والشرك يا عباد الله إذا خالط عباده من العبادات أفسدها وأبطلها، كل ذلك له مستند من القرآن والسنة. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا كفر الإنسان وأشرك بالله وارتد عن دينه واستجاب للشيطان استراح إبليس، استراح إبليس واطمأن، لأن هذا الإنسان أصبح جندا من جنوده وأصبح من أتباعه وحزبه، ويوم القيامة يا عباد الله يتبرأ منه. قال عز وجل مبينا ومحذرا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. عباد الله، فإذا لم يستطع الشيطان إيقاع العباد في الشرك والكفر انتقل بهم إلى المرتبة الثانية، وهي إيقاع العباد في البدع والشبهات. ذلك أن البدع أحب إلى إبليس من الذنوب والمعاصي، كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. والبدع هي العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله وليس لها صلة بالشرع ولا مستند لها من الشرع، يفعلها العبد وهو يظن أنه يحسن صنعا، وبهذا الظن الحسن لا يفكر العبد في هذه الحالة أبدا في تركها، فيكون ذلك سببا في خيبته وخسرانه. قال عز وجل مبينا حال هذا الصنف من الناس: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والبدع يا عباد الله إذا ظهرت شوهت معالم الدين وغيبت سنن الأنبياء والمرسلين. قال بعض السلف: ما ظهرت بدعة إلا محت مكانها سنة، أي حذفت مكانها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقرب إلى الله عز وجل بعبادات لا مستند لها من الشرع تقرب بباطل وإتعاب للنفس فيما يعود عليها بالضرر ولا يأتي بفائدة. وكل عبادة ليس لها مستند من الشرع ترد على صاحبها ولا تقبل ويقال لها كوني هباء منثورا. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. فاحذروا يا عباد الله من هذه البدع والشبهات. ولهذه الأسباب كانت البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ومن أهداف الشيطان القريبة إيقاع العباد في الذنوب والمعاصي، فإذا عجز الشيطان عن إيقاع العباد في الشرك والكفر والبدع فإنه لا ييأس ويرضى بما دون ذلك، وينتقل إلى مرتبة ثالثة وهي إيقاع الناس في الذنوب والمعاصي التي تقسي القلوب وتميتها وتضعف النفوس وتتعبها. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا نكثت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سُقِل منها، وإن عاد عادت أو إن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والذنوب يا عباد الله درجات، والشيطان يحرص على كبائرها قبل صغائرها، فهو يحرص أن ينشر في صفوف العبادة القتل والشرك والزنا وأكل الربا وأكل السحت وأكل الرشوة وشرب الخمور والمخدرات وشهادة الزور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان وغيرها، لأن كبائر الذنوب رتب الله عز وجل عليها لعنا فالواقع فيها ملعون، ورتب عليها في الدنيا حدا فالقاتل يقتل والزاني يجلد إن كان غير محصن، يعني إن كان غير متزوج، وإن كان محصن يعني متزوج ثم زنى فإنه يرجم حتى الموت، والسارق تقطع يده، وهكذا. فالشيطان لا ييأس ويدفعك إلى هذه الذنوب دفعا حتى تكون من الهالكين، حتى تكون من الهالكين. فإن عجز الشيطان عن إيقاعك في كبائر الذنوب انتقل بك إلى صغائرها، لأن صغائر الذنوب إذا اجتمعت عليك أهلكت، لأنها إذا اجتمعت عليك أهلكت. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وعلى كل يا عباد الله، فإن الذنوب سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة يجب على المسلم أن يحذر شرها وأن يقي نفسه منها. واحذر تلبيسات إبليس، واحذر تلبيسات إبليس عليك، وادفع شره حتى تخرج من هذه الدنيا وأنت من الناجين. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، فذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، الجبال مكونة من الحصى. لا تحقرن صغيرة، فإن الصغائر تجتمع حتى تصبح كبائر. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.